أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتانامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتانامو خلال 14 سنة. المعسكرات في غوانتانامو منقسمة، كل معسكر له جوه الخاص. في كامب 1، كامب 2، كامب 3، كامب 4، كامب 5، كامب 6، كامب 7. كامب 1 وكامب 2 وكامب 3 لها ظروف متشابهة، هي الزنازين، زنزانة من متر ونص بمترين مخرمة من حديد، تستطيع أنك تشوف الزنزانة اللي بجوارك والزنزانة اللي أمامك. متر ونص بمترين، فيها سرير صفيحة معدنية ليست مستوية تماماً. هذا الانحناء شنو سببه؟ يبون المعتقل لما ينام على السرير تأتيه آلام شديدة جدا في الظهر. زيادة على ذلك إن كانت هناك أحيانا تجاويف تم صنعها عمدا لإصدار ضوضاء. يعني أنت لما تنام على هذه الصفيحة اللي هي السرير، فمجرد أنك أنت تتغير شوية يطلع صوت دوي مزعج، فهذا اللي يسمونه الإزعاج الأوتوماتيكي. كل هذا بمتر ونص بمترين. جلست شخصياً في هذه الزنزانة 10 سنوات، متر ونص بمترين. كنا نطلع فيها يومياً لمدة ثلث ساعة إلى الريكرييشن أريا. شنو هذه اللي هي منطقة أو مكان الترويح اللي يسمونه الترويح؟ يعني هل هو فعلاً ترويح؟ هذه الصورة تعرض القفص الخارجي الذي يسمونه الريكرييشن أريا، المكان الترويح، وهو قفص خارجي. أشعة الشمس تصيب المعتقل، فيجلس المعتقل فيه، تصيب أشعة الشمس لمدة ثلث ساعة. وفي آخر السنوات وصلت فترة الريكرييشن اللي هي فترة الاستراحة هذه إلى ساعتين، لكن استمرت فترة قصيرة من الزمان وحدثت بعدها مشاكل وتم إلغاء هذه الفترة. لكن المشكلة مو هذه، المشكلة أن المسافة اللي يأخذونك إياها من الزنزانة إلى الريكرييشن أريا يقيدونك فيها بعنف، وبعدين يقولون لك روتيت، لف، سبين أراوند، لف، يحيطون خصرك بسلسلة ويدخلونها في الفتحة اللي ما بين القيد، ويشدون عليك بكل ما أوتوا من قوة، ويقيدون رجلك بعنف، وبعدين يدفعونك دفع إلى الريكرييشن أريا. هل أنت بهذه الطريقة راح فعلا تستمتع بالخروج في هذا المكان؟ وشنو في هذا المكان أي أصلا؟ يعني ما في ولا شيء. فكثير من الشباب ما كان يطلع للمساحة هذه، كان يفضل البقاء في الزنزانة على أن يعني تمارس عليه كل هذه الإجراءات العنيفة المستفزة. هذه الصورة للمعتقلين في معتقل إكس راي. إكس راي كان معتقل مؤقت، تم رص الأخوة في زنازين انفرادية كل على حدة. بالنسبة لكامب 4، هذا الكامب جماعي، كوميونال لايف، حياة جماعية، فيها ظروف، يعني صحيح فيها قيود معينة أشد من السجون الأخرى في العالم، لكنها بالنسبة لغوانتانامو تعتبر جنة. بالنسبة للصورة الثانية، هي صورة كامب 4، معسكر الرابع. المعسكر الرابع هو الوحيد الذي يتميز بالحياة الجماعية. لماذا وضع هذا المعسكر؟ لعدة أسباب. السبب الأول حتى يأتي الإعلام ويصور هذا المعتقل ويعطي صورة وهمية عن معتقل غوانتانامو أن فيه حقوق الإنسان، لكن في الحقيقة هو المعسكر الوحيد الذي توجد فيه حياة جماعية. أما كامب 1، المعسكر الأول، الثاني، الثالث، الخامس، السادس، كان فيه تعذيب شديد وإهانة للمعتقلين. سمح في المعسكر الرابع بالصلاة جماعة، وسمح المعتقلين بأداء بعض التمارين كما هو واضح في الصورة. من فوائد معسكر الرابع بالنسبة للإدارة الأمريكية كذلك هو إغراء المعتقلين الآخرين
بالاعتراف سواء بشيء هم فعلوه أو بأشياء هم لم يفعلوها، أو بالعمل كجواسيس للإدارة الأمريكية وإخبار ما يدور بين المعتقلين للإدارة الأمريكية. وجائزة هذا الكلام وهذا التعاون هو نقل المعتقل إلى كامفور. بالنسبة للمعسكر الخامس كامب فايف، معسكر بني في 2004. هذا المعسكر تم إنشاءه للذين سموهم كور أوف تيروريزم، هاي فاليو أوف ديتينيز، المعتقلين ذوي القيمة العالية. هذا المكان اللي هو كامب فايف في أول سنة من إنشاءه كان من أشد المعسكرات اللي مرت علي على الإطلاق. كامب فايف مغلق تماماً، زنزانة مصمتة، جدران. هذه صورة لزنزانة الزنزانة الانفرادية في المعسكر الخامس، سرير اسمنتي، مغسلة ومرحاض عزكم الله، وهناك نافذة، لكن هذه النافذة الطويلة الموجودة فوق السرير أنت في الحقيقة لا تستطيع أن تنظر إلى الخارج لأنها مضببة، فقط تستطيع أن تدرك إذا كان هناك نهار أو ليل. إلا اللهم في آخر سنتين أو ثلاث سنوات أزالوا هذا التضبيب وأصبح المعتقل يستطيع أن يرى المساحة الخارجية من المطلة على أقفاص الترويح اللي هو الريكرييشن أريا، اللي هو المكان المشي اللي احنا نسميه. كان البرد في هذه الزنازين قارس جدا يعني، وما كان عندنا أغراض في الزنزانة إلا اللهم الآيسومات اللي هي فرشة خفيفة جدا على الأقل فقط تخفف من برودة الأرض عليك، لكن يعني تشعر بصلابة الأرض اللي تحتك، وهذا لا شك أنه أثر على عظامنا لأنك أنت تنام على هذه الفرشة الصغيرة اللي موجودة على الأرض اليابسة سنين، فهذا لا شك راح يأثر على عظامك. كانت الزنزانة باردة برد يعني برودة قارسة جدا، وكانوا يعطونك شرشف يعني كنا نرتجف حقيقة من شدة البرد، لدرجة أن لما كنا نتكلم مع بعض يعني كنا نضحك لأن ما كنا نتكلم بطريقة سوية، يعني كان صوت الارتجاف مع الكلام واضح، فكنا نضحك لهذا الأمر مع أنه كان مؤلم، لكن سبحان الله أحيانا تكون الأمور المؤلمة الله سبحانه وتعالى يخففها بجو من المرح. فحتى يمنعونا من الكلام وضعوا مراوح ضخمة في العنبر تصدر ضوضاء، هذه الضوضاء ما تجعلك تتكلم بسهولة حتى يسمعك أخوك اللي بجانبك. كنا ننام على الأرض وكنا نتكلم من فتحة الأرض. هذا ممر للمعسكر الخامس، الجنود يمشون في الممر على مدار الساعة. طبعا أنت في داخل الزنزانة ما تستطيع أنك تشوف الخارج لأن الزجاج عاكس، لكنهم يستطيعون أن يروك. وكان هناك مروحة، أو هذه المروحة في الممر كما هو واضح في الصورة، تصدر أصوات مزعجة جدا 24 ساعة لمدة سنة كاملة، ما تستطيع أنك أنت تتكلم مع الآخر يسمعك من فتحة الباب إلا لما ترفع صوتك. وفي الحقيقة رفع الصوت سبب لنا يعني حقيقة مشاكل، أن أصواتنا تغيرت، يعني هذا شيء غريب جدا، أصواتنا يعني أنا صوتي قبل المعسكر الخامس اختلف عن صوتي بعد المعسكر الخامس. وكذلك أصبحت عندنا عادة رفع الصوت، وهذه عادة ليست جيدة، لكن بسبب الظروف اللي احنا عشناها كنا مضطرين أن نرفع أصواتنا بسبب المروحة اللي واضحة في الصورة. زيادة على ذلك الجوع، مثل ما ذكرنا الجوع الشديد اللي كنا احنا نعانيه، كنا حقيقة نتضور جوعا. زيادة على ذلك كانوا يضعون أدوية مشهية في الطعام، يعني الطعام القليل مجرده كان يسبب لنا جوع قاتل، يضعون فيه مواد تخليك تجوع أكثر وأكثر وأكثر وتشتهي الطعام بشكل أكبر. كنا أحياناً كنت أسمع
مع أن ما تستطيع أنك تسمع بكل وضوح، لكن كنت أسمع أنين اللي بجواري من شدة الجوع، وكان التسهير، كانوا يضعون كذلك أدوية للتسهير. يعني بعض الشباب كان معانا، أنا يعني تمر علي أحيانا يومين ما أنام، يومين يومين ونص ما أنام، ما أقدر أنام بسبب الأدوية اللي كانوا يضعونها في الطعام والشراب. لكن توقفت عن الشراب فخف النوم وبقية الأمور الأخرى. بالنسبة لإخواني الآخرين، بعض الشباب معانا 8 أيام ما نام، كنت أسمع صوت راسه وهو يرتطم بالجدار بسبب الألم اللي كان يعانيه مسكين. يعني هو كان يضرب راسه بالجدار حتى على الأقل يعني يدوخ وينام. كل هذا الضغط كان موجود في هذا المعسكر. كانوا يمنعوننا أحيانا من الصلاة، كانوا يستفزوننا، وفي أوقات معينة لا، كانوا يتوقفون ويحترمون الصلاة بشكل غير طبيعي. يعني يضعون البراي ساين، علامة الصلاة، يأمرون الجنود بالكيب سايلنت، السكوت، الهدوء، الاحترام، يمشون بطريقة على أطراف أصابعهم من غير مبالغة وإحنا نصلي. كنا نستغرب شنو هالنقلة هذه النوعية العجيبة. بعدين نكتشف أن كان في وسائل إعلام، وأحيانا يكون في سناتورات من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب زائرين المعتقل، أو شخصية معينة زائرة المعتقل، فيكون في احترام كبير للدين. أول ما يروح هؤلاء يعني ينصرفون من المكان، ترجع الأمور كما كانت. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا صوت أذان الفجر في المعسكر الخامس. كيف كنا نأذن؟ أمامنا خيارين، يا أما أن إحنا نضع أفواهنا في شق الباب الجانبي حتى يسمعنا الأخوة الآخرين في الزنازين الأخرى، أو أن إحنا ننام على بطوننا على الأرض ونضع أفواهنا في شق الباب الأسفل ثم نرفع أصواتنا بالأذان حتى يسمعنا الأخوة الآخرين. بالنسبة لكامب 6 كذلك مصمتة، لكن مر بمراحل مختلفة تماما. يعني في البداية كان معسكر شديد جدا، ثم أصبح كوميونال لايف، ثم رجع مرة أخرى السكريتري ديتنشن اللي هو المعتقل المعزول. هذه الصورة تعرض كامب 6 معتقل 6 المعسكر السادس. معسكر السادس عندما ترى الطاولة هذه، هي في الحقيقة طاولة من يعني لا قيمة لها أبدا منذ إنشاء معتقل الكامب 6 المعسكر السادس، منذ إنشاء في سنة 2006 إلى تقريبا 2012. كان هذا المعتقل انفرادي وكانت الظروف سيئة للغاية، فكانت هذه الطاولة للإعلاميين في الخارج، انظروا إلى الحياة الجماعية للمعتقل، لكن هذا غير صحيح. من 2006 إلى 2012 كان انفرادي والظروف سيئة جداً، بعد 2012 تحول إلى جماعي. فكانت هذه الطاولات الموجودة أمامكم في الصورة كانت للجنود يجلسون عليها ويراقبون الوضع. ثم بعد ذلك كامب 7 حق الهاي فاليو أوف ديتينيز، اللي هم اللي اتهموا مع وجود أدلة ب 11/9 وعمليات أخرى ارتكبت ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء وضعهم منفصل وإحنا ما رأيناهم في كامب 7، لكن كامب 1، كامب 2، كامب 3، كامب 4، كامب 5، كامب 6 كلها مريت أنا بالنسبة لي عليها. كنت في عنبر كيلو، عنبر كيلو من أقرب العنابر إلى المحيط، فحاولت أن أحسب عدد الشباك، الحواجز
الأمنية ما بيني وبين البحر تقريبا أكثر من 9 حواجز أنا استطعت أني أحصيها، كل حاجز فيه أسلاك شائكة من فوق، وهناك كذلك ممر للمشاة على مدار الساعة يمشون مدججين بالأسلحة جنود للحراسة، وبعدها في هناك ممر طريق للسيارة العسكرية المصفحة للحراسة، وبعدها في البحر في هناك زوارق صغيرة للحراسة تدور حول الجزيرة على مدار الساعة، وبعدها هناك زوارق أكبر منها، ثم بعد ذلك كان هناك هليكوبتر يطير يأخذ تقريبا جولة على المعتقل 2 إلى 3 مرات يوميا. كل هذه الأمور الأمنية أجريت على غوانتانامو. تقسيم المعتقلين في العنابر والمعسكرات ليس على اعتبار الاتهامات إلا فقط كامب 7، لكن كامب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 كلها على اعتبار التحقيق بغض النظر شنو اتهامك. يعني يبونك تكون في هذا المكان تحديدا وفي ظل هذه الظروف اللي يشملها هذا المعسكر أو بسبب سلوكك مع الجنود. يعني إذا كان سلوكك مع الجنود اللي هم يعتبرونه أجريسيف عدواني، طبعاً الجنود هم البادئين دائماً يعني، فلما يكون لك ردة فعل راح يأخذونك إلى العقوبات، فراح يأخذون الصابونة اللي معطينك إياها ويسحبون منك البطانية الخف اللي أكثرها بلاستر، يعني حتى ما تدفي وقت البرودة، يعني تدفئتها نوعا ما، يعني يخلونك على الشرشف والآيسومات، وأحيانا ينزعون منك الآيسومات وتبقى على الحديد، وأحيانا حتى ملابسك يأخذونها منك ويبقونك بالشورت، يخلونك تبقى في المعسكر في الزنزانة بالشورت فقط لمدة 2 إلى 3 شهور. يعني مثلا كان هناك شخص متهم بأمر كبير جدا، أمر كبير، يعني مشارك في عملية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومعترف، كانوا ماخذينه كامب 4 لأن المعسكر الرابع حياة جيدة، فهو في التحقيق لأنك أنت يعني تكلمت معه في التحقيق وقلت له اللي هو يبي منك في التحقيق، يأخذونك إلى معسكر الرابع. وأحيانا يكون لا بسبب ناس ما عليهم شيء، وأحيانا يكون بسبب سلوكك، فالموضوع مختلف تماما، يعني ليس بسبب الاتهامات اللي عليك. بالنسبة للمعسكر الخامس، أول سنة أخذوا الناس الغالبية، ملكل الغالبية اللي ينظر لهم أنهم أصحاب تأثير، وهؤلاء بغض النظر على سبب وجودهم في أفغانستان أو باكستان أو تم اختطافهم من دول أخرى، لأن كان معنا ناس مختطفين من دول أخرى ما كانوا لا في أفغانستان ولا في باكستان، يعني في ناس اختطفوا من البوسنة، في ناس اختطفوا من السنغال، في ناس من تايلاند، في ناس من دول مختلفة. يعني وبسبب وجودنا في الليمبو كما يقال، يعني ليس لنا أي قانون ولا ينطبق علينا، لا تنطبق علينا القوانين الأمريكية ولا غيرها من القوانين، فأحدثت الولايات المتحدة الأمريكية قوانين جديدة مفصلة لنا خصيصا، وهي في الحقيقة كلها محاكمات هزلية لا تعتمد على قوانين عادلة لإضفاء الشرعية القانونية على غوانتانامو. فصنعوا شيء اسمه CSRT، الكومباتنت ستاتوس ريفيو تريبيونال، محكمة مراجعة حالة المقاتل، لأنهم يسمونه مقاتلين لا يسمونه أسرى حرب، لأن أسير الحرب تنطبق عليه قوانين جنيفا، جنيفا كونفنشن، لكن هم أسمونا باسم جديد، مصطلح جديد لم يكن موجودا ومعروفا من قبل، عدو مقاتل. فهذه القوانين كانت قوانين جائرة في الحقيقة، وفي البداية أنا رفضتها، رفضت الذهاب إليها. بدأت هذه القوانين
المجلس المراجعات هذه في 2004، وقتها كنت معزول عن الأخوة الآخرين، أنا وثلة قليلة من الأخوة في كامب فايف. وبعد سنة طلبوا مني وبإلحاح أن أشارك، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وقررت المشاركة، لكن ليس في الرد على الأسئلة، لكن لأتكلم فيما أريد أنا. فأخذوني وكانت رجلي مقيدة، فقلت طبعا دخل القضاة الثلاثة، هم ليسوا قضاة كلهم جنرالات، وجلسوا، قام الجميع، أنا لم أقم، كنت جالس على كرسي لم أقم، وجلسوا وقالوا تقسم، طبعا بعد مقدمة للمجلس بعدين قالوا لي تقسم، قلت لهم أقسم نعم، قالوا أقسم بالقسم الذي نقوله لك، قلت لهم لا، نحن مسلمون ولا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، قالوا حسنا لا بأس. قلت لهم أنا في البداية أشكركم على نزع هذه القيود مني، وفي الحقيقة كانت موجودة القيود لكني كنت أقولها استهزاء. فالجنرال قال للكاتبة اكتبي أنه يشكرنا على نزع القيود، فأنا ذهلت، فنظرت إلى الجنرال قلت له هكذا تخدعون الشعوب، هكذا تخدعون الأمم، أنا أمامك الآن وأنت تحرف ما تراه بأم عينك لهذه الكاتبة. قلت وأشكركم على إعطائي حقي في الدفاع عن نفسي بحضور المحامي، ما لا يوجد محامي أصلا في الجلسة. فقال الكاتبة اكتبي أنه يشكرنا على وجود المحامي معه. فبهذه الطريقة يعني بهذا الكذب السمج من غير أي حياء كانوا يتعاملون معنا في غوانتانامو. أول مكالمة تلفونية كانت في 2009، يعني بعد حول 8 سنوات ونصف إلى 9 سنوات لم أسمع صوت أهلي تماما، وخلال هذه الفترة جاءتني ممكن 10 رسائل أو 15 رسالة خلال 8 سنوات، يعني كانت الرسائل التي تأتيني قليلة جدا، كان بعض الأخوة تأتيهم رسائل أكثر، مع أن الأهلي كانوا يرسلون بطريقة متواصلة وبكثرة، لعلهم أكثر ناس يكتبون رسائل يعني أهلي ما شاء الله، لكن ما كانت تأتيني. كان أول اتصال في 2009 وكان مؤثر جدا جدا جدا، كان وقت الاتصال مسموع، فجاءني الجنود وقالوا لي عندك اتصال، فأنا ظننت أنه اتصال مع المحامي، قلت لهم refusal، رفض، لا أريد هذا، لأن كلام ليس له أي طائل، لا توجد هناك محاكمات عادلة، ويعني مجرد روتين ممل يجعلك تعيش القضية التي لها أول وليس لها آخر. فأحيانا نفضل أن نعيش ظروفنا اليومية على أن نعيش قضيتنا الأساسية، لأن القضية الأساسية دهليز مظلم ونفق ليس له نهاية. لكنهم قالوا لي لا، هؤلاء هذا اتصال مهم جدا ويجب أن تذهب، إذا لم تذهب ستعاقب. قلت حسنا سأذهب، وأنا يعني أضمرت كلام قاسي للمحامي يعني لأنه يعني مجرد استفزاز من الجنود، مجرد أني آتي وأسمع قضية يعني معقدة لا توجد لها أي محاكمات عادلة. لكن أو عندما جلست في الغرفة جاءتني مترجمة وقالت لي هذا اتصال مع أهلك. لا أستطيع أن أصف شعوري في تلك اللحظة، يعني كنت أشعر أن هناك تغيرات كبيرة جدا تحدث في الداخل، هناك قدر يغلي، هناك مشاعر تفور، هناك دموع تطرق الباب تستأذن في الخروج لكن كالعادة أمنعها، مشاعر كثيرة جدا متضاربة.
رن الهاتف، رفعت التلفون، سمعت والدي رحمة الله عليه يسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شعرت أن هناك فترة صمت طويلة جدا، شعرت أن هناك فترة صمت تعدت السنين، شعور عجيب جدا كان وقتها. فوالدي من شدة التأثر قال أعطاها لشخص آخر حتى يكلمني، يعني ما أراد أن أسمع أن يسمع ابنه بكاءه. فكان موقف مؤثر جدا. والدتي صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظها يا رب ويبارك في عمرها وعملها، كانت يعني تكلمني بصوت متهدج، يعني من الواضح أن الدموع تغلب الكلمات، مع أني لا أستطيع أن أرى شيئا لكن كنت أرى بقلبي. كان هو يحثنا على الصبر ويحث أمه وأبوه على الصبر، يعني كانت مشاعر متبادلة، كل واحد يصبر الثاني، هو يصبرنا وإحنا نحاول نصبره، والجانبين على ثقة بالله، يعني مو 100% 1000% أن اللقاء راح يكون في يوم من الأيام في على أرض الكويت. وبعد ذلك بعدها بسنتين تقريبا على ما أذكر سمح لنا بالاتصال المرئي لمدة ساعة كل شهرين، ثم أصبحت ساعة كل شهر تستطيع أن تراهم ويرونك. هذه حدثت تقريبا في 2011-2012 على ما أتذكر. يعني بعد ما رجعت في 2006 بدأت مكالمات صوتية، وبعدين بدأت مكالمات الفيديو. مكالمات الفيديو سبحان الله يعني كانت بالنسبة لي أنا أتكلم عن شخصي أنا، كانت لها جانب إيجابي وجانب سلبي جدا. يعني أنت تي أول شيء كانت كل تقريبا شهرين أو شهرين ونص مكالمة، تتنطر هالمكالمة هذه تشوف فايز كأنه زايرك في البيت، تشوفه وتتكلم معاه وبعدين يروح. يعني وبعدين بدأت تصير كل شهر، بدأت تقرب الزيارات. طبعا الأمل بالله ما كان، يعني ما شكيت لحظة واحدة أن فايز راح يرجع إن شاء الله في وقت من الأوقات، لكن الواحد وده أنه يرجع عاجلا غير آجل. مكالمات الفيديو الواحد كان وده يدخل داخل التلفزيون يطلع فايز ويقول حق فايز وفايز هذا ولدك. في الاتصالات لما كنا ندخل الصليب الأحمر للاتصال كنت أتحاشى أدخل من البداية، يعني كنت أتحاشى أن كان ودي دائما أدخل هم بادين في الكلام، ما أبي اللقاء الأول أني أشاهد أم فايز كيف تشوف فايز، كنت أتحاشى الموضوع، لكن كله تأخير وأصيد هذه اللحظة. كنت أرى فايز بال 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 بالصليب الأحمر، يعني لما أدخل الصليب الأحمر كنت متوقع أن احنا شلون نرتب أن نهدي فايز ونصبره، كان العكس. كنت أدخل فايز كان يصبر والدته وينصح والده رحمة الله عليه ويكلم ويدعو للتحرك في هذه الأمور. والله كانت مواضيع متنوعة، يعني جزاهم الله خير الأهل كانوا متفاعلين جدا وبقوة مع مكالمات فايز، فكان هي عدد كبير من الأهل، وفايز يحاول أنه يوصل بعض الرسائل، يعني جزاه الله خير على الرغم من الأسر اللي هو فيه دائما يذكرنا بالقرآن، يعني تحس أن الإنسان هذا صابر بفضل الله عز وجل وبالتزامه وتمسكه بالقرآن. يعني هذه شغلة يعني الواحد هم يستفيد من أسر فايز، يعني دائما الواحد يستفيد من مشاكل غيره أو مصايب غيره، أن التزام فايز بالقرآن هو اللي حفظه، لأن سمعنا أن في ناس يعني شبه حاشهم جنون هناك كثر التعذيب وكثر الضغط النفسي والإرهاب اللي كانت تمارسه السلطات الأمريكية في غوانتنامو، والإرهاب ما كان خارجي، الإرهاب داخلي عندهم. أول اتصال مرئي كانت الابتسامة مني التي كنت أجعلها كالعادة درع أخفي وراءها كل مشاعري. قد أتاك بالعيون الدامعات
في الليالي الساجيات قد أتاك قد أتاك طوعة الجمال هيبة الجلال أن يراك أن يراك من دعاك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم أن يراك.